عصا الراعي، مرات منسميها كاندي كين، بيأكلوها الأولاد، وهي عبارة عن عصا منشوفها بالميلاد ملونة بين الأبيض الأخضر والأحمر. أكيد هيدي العصا بتمثل عصا الراعي، وكلكن بتعرفوا بالميلاد يسوع المسيح ولد بمدينة بيت لحم. بيت لحم كانت، وبتتذكركن، كانت ضيعة قديماً، وضيعة داود. داود اللي كان ملك قبل كان راعي. ما تنسوا أنه لمن أغسطس قيصر طلب من كل المعمورة أنه تكتتب حتى السجلات تنتلي بأسماء الناس، وخاصة المعمورة يحصيها كلها سوا، كل الأتباع تبع روما اللي روما عند سطوة عليهم، يوسف ومريم، وكانت مريم حبلي، اضطروا يطلعوا على بيت لحم. بيت لحم يعني بيت الخبز، رح نحكي عنها مدينة داود. وكتير مهم نتذكر اخوتي انه هالمدينة بتذكرني بالراعي داود، داود الراعي ويسوع. يوحنا الفصل 10 هو الراعي الصالح. وشو حلو اتذكر انه هيدا العصا كان يتكي عليه الراعي، كان يجرب يمكن مرات يجمع القطيع تبعه. ومن هون إذا بتقلبوا هيدي الحرف بتشوفوا الحرف المقلوب بيحكي عن جي، أو بتحكي عن جيزس. هذا أول حرف من اسم يسوع. بس بدي أذكركم إخوتي عن نص انكتب بسفر حزقيال عن رعاة إسرائيل اللي رعيوا بطونهم واللي نسيوا رعاية القطيع. من هالمنطلق عم بشوف طفل المغارة هو الراعي الصالح اللي تنبى عنه الكتاب المقدس، وجاي تيرعى شعبه، وجاي تيعد له اعتباره لشعبه، جاي يجمع شعبه، خاصة خرافه الضالي. خرافي تعرف صوتي وأنا أعرفها، وكان بيعرفها ربنا باسمه. أنا بتمنى عليكم نضلنا نتذكر أنه يسوع هو الراعي وهو يرعانا. تذكروا المزمور اللي بيقول 23: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خصيبة يكيلني، ومياه الراحة يوردني. مشان هيك أنا بدي لكم تعوا تنعيش اختبار الراعي، وخاصة هالكلام موجه للرعاة، رعاتنا بالمملكة، رعاتنا بالشرق الأوسط، رعاتنا بالعالم. نتذكر أنه نحن علينا أن نرعى قطيع الرب، خراف الرب، بكل حب، وأن نبذل نفسنا في سبيل الخراف. والله معكم.